اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المناطق في الضفة الغربية المحتلة من بينها وادي الفرعة جنوب طوباس، وحاصرت منزلا فيه وأطلقت قنابل ضوئية. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عين السلطان في مدينة أريحة وسيرت مركباتها في شوارع وأزقة المخيم، فيما اقتحم جنود الاحتلال أحد المنازل. كما اقتحم الاحتلال مدينة نابلس فيما أحرق مستوطنون إسرائيليون مركبة أحد المواطنين على أطراف بلدة الساوية جنوبي نابلس، فضلا عن اقتحام مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.